بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أبناءنا الطلاب، طلاب الصف الحادي عشر، مع درس من دروس اللغة العربية وعنوانه التشبيه الضمني. بين أيدينا اليوم مجموعة من الأهداف التعليمية، نرجو الله تعالى أن يوفقنا في تحقيقها. أن يميز الطالب بين التشبيه الصريح والتشبيه الضمني تمييزا دقيقا. أن يوضح أركان التشبيه الضمني مبينا قيمته الفنية في السياق. أن يحول التشبيه الضمني إلى تشبيه صريح بصورة صحيحة. ولكي نتفهم التشبيه الضمني علينا أن نسترجع ما قلناه من قبل في التشبيه بوجه عام. فالتشبيه أعزائي هو مشاركة شيء لشيء آخر في صفة أو أكثر. وقد عرفنا من أنواع التشبيه التشبيه الصريح، وينقسم هذا التشبيه إلى التشبيه المفرد وإلى التشبيه التمثيلي. وحتى يكون التشبيه تشبيها صريحا فلا بد أن يذكر فيه المشبه والمشبه به صراحة، ولا نحتاج إلى كثير جهد في تعرفه أو تحديده. وقد مر بنا أن التشبيه المفرد أربعة أنواع، نتبين تلك الأنواع من خلال الأمثلة. هذا هو التشبيه المفرد، وقد تعلمنا معا في مقررات هذا العام التشبيه التمثيلي، وقلنا إنه تشبيه مركب تشبه فيه صورة بصورة، أو حالة بحالة، ووجه الشبه فيه صورة منتزعة من أشياء متعددة. كيف ذلك؟ يتبين لنا من خلال هذا البيت. يقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. هنا تشبيه تمثيلي، والشرط فيه أن يكون وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء متعددة. لعلكم الآن أعزائي الطلاب تتساءلون: ما التشبيه الضمني؟ إنه تشبيه خفي، تنبهوا، تشبيه خفي لا تذكر فيه أركان التشبيه صراحة، هي موجودة ولكنها لا يصرح بها، بل تلمح وتفهم من الكلام. وقد يأتي هذا التشبيه في بيت واحد من الشعر أو بيتين، فتكون فكرة البيت الأول هي المشبه، والبيت الثاني يتضمن المشبه به. وغالبا ما يكون المشبه فكرة مدركة بالعقل ليس شيئا صريحا، ويكون المشبه به صورة مادية تدرك بالحواس حتى يكون التشبيه تشبيها ضمنيا. نتابع أعزائي، وبالمثال يتضح المقال. يقول المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هل نستطيع تحديد الأركان صراحة، أم أننا سوف نجدها مضمنة في الكلام وقد جاءت بشكل خفي؟ لنتبين معا. من يهن يسهل الهوان عليه، المشبه هو ذلكم الإنسان الذي اعتاد الهوان فلا يتألم له أبدا. المشبه به هو الإنسان الميت الذي لا يتألم إذا ما جرح. أين وجه الشبه هنا؟ إنسان قد تعود على الهواء، وميت لا يتألم إذا ما جرح. بارك الله فيكم، وجه الشبه هنا هو فقدان الشعور والإحساس. وأين أداة التشبيه؟ لا يوجد أداة تشبيه في هذا التشبيه الضمني. قد ذكرت أستاذنا أن هذا التشبيه هو تشبيه ضمني، فكيف يصرح فيه بأداة تشبيه؟ أعلم أبنائي أنكم قد استشعرتم قيمة هذا التشبيه كما استشعرته أنا، ولكن كيف نعبر عن هذه القيمة؟ يكمن جمال هذا التشبيه في الخفاء الذي يثير ذهن القارئ ويدفعه إلى التأمل وإعمال العقل. ولكن ما أهمية هذا الخفاء؟ إنه نوع من إثارة ذهن القارئ،
ودفعه للتأمل والإعمال لعقله حتى يشارك الأديب فيما كتبه وفيما أبدعه. قيمة أخرى هي الجدة والابتكار، فكل أديب يقيم علاقات بين الأفكار التي يطرحها وبين ما نراه في حياتنا وفي بيئتنا من حولنا. قيمة ثالثة توضيح المشبه وإقامة الدليل عليه. وفي هذه الحالة عندما نقول ما الدليل على أن الإنسان عندما يهون لا يتألم، نقول في ذلك الأمر أن هذا الإنسان عندما يموت لا يشعر بالألم عندما يجرح. مثال آخر، قال الشاعر القروي: استقي الحكمة لا يشغلك من أي ينبوع جرت يا مستقي، فشعاع الشمس يمتص الندى من فم الورد ووحل الطرق. هل نستطيع أن نوضح أركان هذا التشبيه الضمني؟ هل نستطيع أن نبين قيمته؟ المشبه هنا أعزائي هو الإنسان الذي يبحث عن الحكمة مهما كان مصدرها. بما شبهه الشاعر: شعاع الشمس يمتص الندى من فم الورد ووحل الطرق. من أين يستقي شعاع الشمس الندى؟ من أي مكان؟ من فم الورد ووحل الطرق. المشبه به هنا الشعاع الذي يمتص الماء مهما كان مصدره. ووجه الشبه في هذا التشبيه هو طلب النفع أينما كان. ما القيمة الفنية لهذا التشبيه؟ لقد وضح فكرة المشبه وأقام الدليل عليها بصورة المشبه به. ما حل التدريبات؟ كتابنا المدرسي في الصفحة 75 بعد 100 يقول السؤال: حدد نوع التشبيه فيما يأتي. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ما نوع هذا التشبيه؟ هل استطعنا أن نحدد المشبه والمشبه به صراحة، أم أن الشاعر قد ألمح إليه إلماحا؟ نعم، إنه تشبيه ضمني. شبه الإنسان الذي يطلب النجاة والسلامة ولا يسير في طريقها ولا يسلك سبيلها بهذه السفينة التي لن تستطيع أن تمشي على اليبس وإنما تسير على الماء. ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. ما معنى هذا البيت؟ يقول الشاعر لممدوحه إنه مهما حيل بينه وبين هذا الممدوح، وأنه مهما وضعت الحجب بينه وبين هذا الممدوح، فإن آماله ستظل موصولة بهذا الشخص. فالسماء نرجو خيرها عندما تحجب عنا بالسحب وبالغمام، فننتظر هنا الخير والمطر. إذن هو تشبيه ضمني، فالشاعر هنا لم يذكر التشبيه صراحة، وإنما قد فهمناه من مضمون الكلام. فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. فإنك كالليل الذي هو مدرك. شبه الشاعر المخاطب بأنه كالليل الذي لا بد أن يدركه. إذن هو ليس تشبيها ضمنيا، فالتشبيه هنا قد صرح به، وها هي أداة التشبيه قد كتبها الشاعر في هذا البيت. الكلمة الطيبة مفتاح القلوب. تشبيه واضح ظاهر أمام أعيننا، إذن هو تشبيه مفرد وهو تشبيه بليغ، فقد اقتصر على المشبه والمشبه به، لم يكن تشبيها ضمنيا وإنما صرح به القائل تصريحا. وتفتحت كالأزهار مصابيح الطريق. تشبيه صريح ليس تشبيها ضمنيا كما نرى، ولذلك هو تشبيه مفرد ونوعه مجمل. وضح التشبيه الضمني في الأمثلة الآتية وفق المطلوب في الجدول التالي. قال أبو فراس الحمداني: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. المشبه هو حال من يقدم النفس رخيصة طلبا للمعالي. وما المشبه به؟
الإنسان الذي يدفع المهر الكثير للمرأة الحسناء. ما وجه الشبه هنا؟ إنه بذل الغالي وبذل النفس والنفيس لبلوغ الأهداف العظيمة. وقال آخر: انطق ففي النطق الفصيح بلاغة، وبه يصير الطامحون خيارا. فالبلبل الصداح لولا جدوه ما كان سمي بلبلا وهزارا. المشبه هو النطق الفصيح وما فيه من بلاغة. المشبه به هنا شدو البلبل وما فيه من جمال. وجه الشبه هو الأثر والمكانة التي يرتقيها صاحب المنطق المميز. قال إيليا أبو ماضي في صديق له: إني لأصحبه على علاته، والبدر من قدم أخو الظلماء. ما أروعك أيها الشاعر؟ إني لأصحبه على علاته. المشبه في هذا التشبيه هو حال الشاعر مع صاحبه، فهو يصحب هذا الصاحب وإن كان فيه قصور وضعف. والمشبه به البدر الذي يصاحب الظلماء، فالبدر جميل رائع ومع ذلك يجاور الظلماء ويصحبها. أما وجه التشابه فهو الارتباط بين شيئين متناقضين أو غير متشابهين. السؤال الثالث: صغ من التشبيه الضمني في كل مما يأتي تشبيها صريحا مع تغيير ما يلزم. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. هذا تشبيه ضمني. الإجابة: إنك إن تطلب السماحة من بخيل كالظمآن الذي يطلب الماء من النار. جعلناه تشبيها صريحا مباشرا، وها هي أداة التشبيه قد ساعدتنا على ذلك. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. انتبهوا إلى المعنى هنا، أنت تتميز على البشر والأنام مع أنك من جنسهم ومن طينتهم، وهذا ليس عجيبا، فالمسك يأتي من دماء الغزلان. تشبيه الصريح هنا: إنك وقد فقت الناس مع أنك منهم مثل المسك الذي فاق دم الغزال مع أنه منهم. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. نعم، الفضيلة تظهر وتنتشر بالحسد كالبخور تظهر رائحته إذا أحرق. لا تكن على عجلة من أمرك، فشجرة اللوز أول ما تزهر وآخر ما تؤتي أكلها. من يتعجل في بلوغ هدفه مثل شجرة اللوز، تزهر بسرعة لكنها تثمر متأخرة. السؤال الرابع في الصفحة 76 بعد 100: اشرح الصورة في كل بيت من الأبيات الآتية مبينا أثرها في المعنى. قال الشاعر: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. ومعنى البيت أن المرء يظل بخير ما دام يحافظ على حيائه، وكذلك العود يبقى بخير ما بقي اللحاء الذي يحميه. نشرح الصورة: شبه الشاعر حال من يتحلى بالحياء فيعيش مصونا بحال الغصن يبقى محفوظا ببقاء القشرة عليه. وأثر هذا التشبيه بيان عظمة خلق الحياء وضرورة التخلق به. قال الشاعر مادحا: تزدحم القصاد في بابه، والمنهل العذب كثير الزحام. نشرح الصورة ونقول: شبه الشاعر حال الممدوح يزدحم طالب المعروف على بابه بحال المنهل العذب يزدحم الناس عنده. وأثر هذا التشبيه هو بيان شدة كرم الممدوح وغزارة عطائه. سعدنا بكم أعزائي الطلاب، وإلى أن نلقاكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، لكم منا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.